صباح الخير يا دانو. صباح الخير. يسعد صباحكم هاني وسارة. إذا بالفعل 2020 هو عام رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة الـ20 أو الجي 20. اليوم رح نتعرف أكثر ما هي قمة الـ20، مين الدول المشاركة، وماذا يشمل برنامج الرئاسة، ما هي أبرز الملفات اللي رح تناقش خلالها. السعودية تلهم العالم بعد أيام وتستضيف لأول مرة قمتين افتراضيتين لقادة المجموعة. مجموعة الـ20 هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، بتضم قادة من جميع القارات بيمثلوا دول متقدمة ونامية. الدول الأعضاء في مجموعة الـ20 تمثل حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي وثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وبيجتمعوا ممثلي هاي الدول سنوياً لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة بينهم. تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة الـ20 كل عام، وهالسنة السعودية ستعقد القمة افتراضياً على مدى يومين في الفترة ما بين 21 و 22 نوفمبر الجاري. لكن السعودية ومنذ تسلمها رئاسة المجموعة عقدت العديد من الاجتماعات اللي بتضم الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، كما وضعت هدف عام لرئاستها راح تتركز حوله المناقشات الدولية. تعد المملكة العربية السعودية لاعب رئيسي في المنطقة، فبالإضافة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي اللي بيربط 3 قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهي وجهة دينية لمليار و800 مليون مسلم، وتؤدي دور مهم في استقرار الاقتصاد العالمي، فهي تنتج 10% من نفط العالم، وتأتي أولاً في قائمة مصدري النفط، كما أنها بتلعب دور مهم في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وصندوقها الاستثماري هو أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. كما ترتبط رؤية السعودية 2030 ارتباط وثيق بجوهر أهداف مجموعة الـ20، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري وزيادة تدفق التجارة والاستثمارات. اغتنام فرص القرن 21 للجميع، هذا هو الهدف العام اللي حددته السعودية لجي 20 2020، وعمل المجموعة بركز على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو تمكين الإنسان، واللي بيشمل دعم فرص العمل، الحماية الاجتماعية للعمال، تطوير التعليم، تمكين الرعاية الصحية، تعزيز السياحة وغيرها الكثير. ثانياً الحفاظ على كوكب الأرض، وهالشي بيشمل قضايا مثل تغير المناخ، حماية البيئة، الحد من هدر الغذاء وغيرها كتير. والمحور الثالث تشكيل آفاق جديدة، وهالشي بيتحقق من خلال اتخاذ استراتيجيات جريئة تشمل مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي، تطوير المدن الذكية، الاستثمار في الفضاء وغيرها. خلال الأيام المقبلة وصولاً إلى يوم انعقاد القمة رح نتعرف بشكل يومي على تفاصيل أكثر عن جي 20 وعن الموضوعات والقضايا اللي رح تناقشها، فكونوا معنا. يعني بالفعل سارة وهاني، أنا مطلعة كتير لهاي القمة وتابعت بالفعل خلال الأيام الماضية شو صار خلال العام الماضي، على الرغم من أنه كنا عم نمر بأزمة كورونا، لكن الاجتماعات ما وقفت،
مختلف مجموعات العمل ظلت عم تشتغل لحتى نوصل لليوم المهم ب 21 نوفمبر. أنا أشكرك صراحة دانا على هذه الفقرة، لأنه يمكن كثير كثير لازم الناس تعرف أكثر معلومات عنها. ويمكن إحنا قبل شوية دانا تكلمنا عن المراهقين، أنا أحس كمان إحنا لازم كمان ندخلهم في هذا الموضوع، نعلمهم أكثر إيش بيصير، لأنه كل شيء قاعد يصير في السعودية الآن هو مستقبلهم ولهم، هم الشباب يعني، فلازم نعلمهم. بعدين في أبليكيشنز حتى في التلفون تنزلها عن قمة 20 يقدروا يتعلموا معلومات أكثر، في مسابقات، في جوائز، فلازم موقع الكهالي ندخلهم حتى في الموضوع، ما هو بس شيء للكبار، لأنه هم أصلا جزء من الموضوعات المهمة بجي 20، مثل ما حكينا تمكين الإنسان، والإنسان هذا من الطفل إلى الرجل إلى المرأة إلى كبار السن. فبالفعل يعني لما يكونوا جزء، والسعودية لربما بترأس جي 20 هاي السنة، ولكن القمة هي للعالم كله. صح. فبالفعل السعودية عم تستضيف العالم، وهاي المشاكل اللي عم تحكي عنها أو القضايا بتمس كل شخص وين ما كان موجود، فهي مهمة لكل حدا. عم زي ما ذكرتين هو حيكون في السعودية، وإحنا جدا متحمسين على هذا الموضوع، لكن حيكون إن شاء الله تأثير عالمي. شكرا دانا، يعطيك ألف عافية.